السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. ان شاء الله هذه المره كنقترح عليكم موضوع مهم جدا، خصوصا بالنسبه للناس اللي كيفكروا انهم يجيو لساحل العاج، خصوصا ابيجان. ان شاء الله غادي نعطيكم بعض الامور اللي لازم على اي شخص كيفكر يجي لهذه المدينه انه يعرفها من قبل او لا مسبقا. مرحبا بكم في ابيجان ملتقى العالم. هنا المكان الوحيد في القارة اللي كنلقاو فيه جميع جنسيات هذا الكون. أبيجان أيضا هي مركز تحقيق الأحلام والأمنيات للعديد من المهاجرين. السؤال اللي غادي نحاول أنني نجاوب عليه في هذا الفيديو إن شاء الله هو: أشنو كتعرفوا على هذه البلاد قبل ما تقرروا أنكم تستقروا فيها؟ ولا بصيغة أخرى، غادي نقربكم من الحوايج المهم معرفتها قبل ما تقرروا انكم تجيو لهذه البلاد. وكاول حاجه وقبل ما نبدا وفقط للتذكير، فابيجان ماشي العاصمه السياسيه لساحل العاج، وانما هي العاصمه الاقتصاديه وبوابه غرب افريقيا ودول الساحل على العالم. ابيجان هي نقطه تفريغ وعبور السلع لمنطقه الساحل وغرب افريقيا. للاشاره، فالعاصمة السياسية لساحل العاج هي ياموسوكرو، واللي هي أيضا مسقط رأس مؤسس ساحل العاج فيليكس هوفويت بوانييه. فأول أمر خصنا نعرفوه على ساحل العاج وهو اللغة المستعملة. أولا، اللغة المستعملة في ساحل العاج. ساحل العاج هو خليط ومزيج ديال عدد كبير من الممالك وكذلك الأطياف، وكتعرف بتنوعها اللغوي. فعدد اللهجات المستعملة هنا في ساحل العاج كبير بزاف. أما بالنسبة للغة المستعملة كلغة رسمية، فهي اللغة الفرنسية اللي خدعات لبعض التعديلات كتخلي من الصعب فهم ديالها، خصوصا إذا كان الشخص مازال جديد. وكاين شي عبارات كتستعمل هنا صراحة خصها الوقت باش الإنسان يقدر يولف عليها. ودائما وارتباطا بالتواصل، فعلى الإنسان المهاجر أنه يلتزم بالهدوء ويتقبل بعض العبارات اللي بالنسبة للإيفواريين عادي أنهم يقولوها بيناتهم. هذه ثقافتهم ولازم علينا أننا نحترمها. إشارة أخرى هو أنه في بعض الحالات كيصعب على الإيفواريين فهم بعض المصطلحات اللي كيكونوا باللغة الفرنسية أو لبعض العبارات، لذلك كيقدروا يأولوها على طريقتهم، وهنايا وجب الانتباه لهذه النقطة. ثانيا، الأمن والصحة. من ناحية الأمن، فالإنسان المهاجر خاصو يلتزم ببعض العادات اللي من بينها عدم الخروج للتمشي ليلا، الابتعاد على المناطق الخالية، أيضا تجنب الأحياء اللي فيها معدل جريمة مرتفع، وكذلك عدم الخروج أيام المظاهرات. أما بالنسبة لداخل البلاد، فيجب الحذر أكثر، وذلك بعدم السفر ليلا، عدم السفر وحيدا، تجنب المناطق الحدودية، وأيضا السكن في مجمعات سكنية آمنة، وأيضا تجنب الأسواق الشعبية الكبيرة على الأقل في الأول، أو لا دخولها بمرافق. أما بالنسبة للصحة، ففي أبيجان يتواجد العديد من المستشفيات وكذلك العيادات، ورغم أن الكفاءة ماشي في نفس مستوى المغرب، إلا أنه على الأقل كيبقى الأهم. وبلا ما يفوتني أنني نتكلم على الأتمنة المرتفعة جدا، خصوصا ديال العمليات الجراحية. بالنسبة لمدن الداخل، فالأمور صعبة لأنه غالبا كيكون انعدام في الأطباء، وكاين بعض المناطق للا وجود للتطبيب فيها. ثالثا، النقل والسياقة في ساحل العاج. النقل والسياقة في ساحل العاج، هذا الميدان كيعرف فوضى عارمة وفوضى كبيرة، فمن المستحب أن الإنسان المهاجر ما يسوقش في الأول. نتكلم على المهاجرين، بل يخليوا شوية ديال الوقت حتى يعرفوا الأمور كيفاش عاد فاش يقدروا يسوقوا من بعد، لأن الازدحام وكذلك طريقة السوقان الفوضوية كتخلي من الصعب التأقلم معها من اليوم الأول. فكاين واحد الفوضى خيالية في السياقة، لذلك وجب التحلي بضبط النفس، بالصبر، بالتسامح، واجتناب الاحتكاك مع السائقين المحليين.
ومن المستحب أيضا عدم الدخول في نقاشات مع شرطة المرور، فالغرامات هنا في ساحل العاج ليست مرتفعة ومرتبة لثلاث أقسام: قسم A اللي هو 500 فرنك 7 دراهم مغربية، قسم B أو قسم B 1000 فرنك 15 درهم مغربية، وقسم C 2000 فرنك 30 درهم مغربية، وكتبقى مخالفة الهاتف 150 درهم 10000 فرنك صفر. رابعا، تجنب المواضيع السياسية وكذلك الإثنية. الإيفواريين عندهم واحد الحساسية للسياسة، لذلك من الأفضل يجب تجنب مناقشة المواضيع السياسية معهم، لأن هذا الأمر كيخصهم لوحدهم. وكذلك المواضيع اللي عندها علاقة بالدين والانتماء الإثني، فمن الأفضل عدم الخوض في تفاصيلها، فهذه بلاد التعايش. خامسا، التنزه والسياحة. بالنسبة لهذه النقطة ديال التنزه وكذلك السياحة، فبالنسبة لأبيدجان ما كاينش فيها كورنيش، ما كاينش فيها وسط المدينة، وما كاينش فيها أماكن اللي ممكن الخروج لها للنزهة داخل المدينة، فقط فيها وحدات فندقية وكذلك مراكز تجارية كبيرة اللي ممكن الخروج لها. أما بالنسبة للتنزه فلازم الخروج على أبيدجان، وبهذا فلازم التوفر على وسيلة نقل خاصة في ظل المستوى المتدني اللي كتعرفوا وسائل النقل العمومية وانعدام الأمن فيها. سادسا، الحياة العامة. الحياة العادية بأبيدجان ماشي عادية بحد ذاتها، فمستوى ضغط الحياة اليومية وصعوبة المساطر وتعقد نمط حياة الإيفواريين كيخلي الحياة اليومية صعبة نوعا ما، بينما هناك ضغط رهيب اللي كيتعاش يوميا، غير هو كيصبح عادي مع مرور الوقت. سابعا، التعامل بالنقود والصرف في ساحل العاج. الإيفواريين عندهم علاقة كبيرة مع الفلوس وأي حاجة عندها مقابل، وفي غالب الأحيان كيوضعوا النقود فوق كل شيء، وبالتالي من الواجب التعامل بحذر والأخذ بعين الاعتبار أن أي خدمة في هذه البلاد عندها مقابل، لدرجة أنه إذا سولت فقط شخص على الطريق فهو كيتسنى منكم مقابل. نقطة أخرى، فالإيفواريين كيتعاملوا بزاف بالكاش، ما كيتيقوش في الوسائل الأخرى، بينما الأبناك جدا معقدة وكاين مشكل كبير في الصرف، لدرجة من الصعب أنكم تلقاو اللي صرف لكم ورقة ديال 10000 فرنك بدون مقابل. أما بالنسبة لصرف العملات فكاين بزاف ديال نقط صرف في أبيدجان بينما كتنعدم داخل البلاد. بخصوص العملة، فالعملة المحلية هي الفرنك الإفريقي، والعملة الأجنبية هي الأورو وهي الأكثر تداولا. بالنسبة للدرهم المغربي يمكن لكم تصرفوه هنايا لكن بسعر صرف قليل، لذلك من المستحسن استعمال الأورو. ثامنا، المدارس بأبيدجان. المدارس في ساحل العاج كتنقسم لقسمين، الأول كيقدم مقرر فرنسي والثاني مقرر محلي. بالنسبة للمدارس الفرنسية فهي متوفرة بزاف في ساحل العاج، وكتختلف الأتمنة ديالها حسب الجودة، بينما المدارس اللي كتقدم مقرر محلي فهي موجودة أيضا ومؤدى عنها أيضا، لكن كيبقى مشكل كبير من ناحية الجودة. معلومة، إذا كنت مغربي فالسفارة المغربية كتقدم منح دراسية مخصصة لمغاربة ساحل العاج، وكاين شروط للحصول على هذه المنح الدراسية، والسفارة المغربية كتعمل عليها بصفة دورية. تاسعا، المطاعم وأكل الشارع. بالنسبة للمطاعم فكتنقسم إلى من يقدم المطبخ العالمي والمطاعم المحلية اللي كتقدم الطبخ الإفريقي، وأغلب المطاعم الكبرى هي مطاعم لبنانية كيشتغلوا بها لبنانيين وسوريين، وأيضا هناك المطاعم الفرنسية، فهاد المطاعم كنلقاو الجودة وأيضا الأثمنة كتكون مرتفعة. أما بالنسبة للمطاعم الإيفوارية وأكل الشارع بالخصوص فكيتوجب الحيطة منه، لأن الظروف اللي كيتقدم فيها شوية ناقصة، واللي ما موالفش على الأكل الإفريقي عامة
بلا ما ياخذ هذه المغامره. عاشرا، التعامل مع السماسره والتسوق الالكتروني. كاين مشكل كبير في افريقيا جنوب الصحراء ديال الاحتيال بشتى الانواع ديالو، فلازم الحذر من الثقه في الوسطاء اللي موجودين في جميع الميادين، حتى انه كاين شي ميادين ما تخيلش انها فيها وسطاء، حتى كتلقى راسك محاط بناس الغرض ديالهم استغلالك لا غير. الشراء عبر الانترنت ايضا فيه مشكل كبير، غالبا السلع المعروضه لا توافق ما هو في الحقيقه، وعدد كبير من المحتالين كيلتجؤوا لهذه التقنيه باش يستدرجوا الزبناء ديالهم. مثلا غادي تعجبك سياره بغيتي تشريها في الانترنت، غادي تتواصل مع صاحب السياره او لصاحب المنشور، غادي يرسل لك الصور، لكن ملي غادي تبغي تمشي تشوفها في الواقع غادي يقدر يقول لك انها تباعت، لكن كتوجد وحده اخرى لكن في مكان اخر اذا كنتي بغيتي تشوفها. كانوا هادو من بعض النماذج اللي كنعيشوها في هاد البلاد. كنتمنى اننا نكون وصلنا لكم جزء من الصوره، وانتظرونا في فيديوهات قادمة إن شاء الله باش نحاول نوصلوا الصورة كاملة. وإلى ذلك الحين كنبقاو رهن إشارتكم، وإذا عندكم أي استفسار مرحبا بتعاليقكم. وهنايا كنقول لكم شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.